هتعمل ايه لو عندك ورق خشن زي ده وعايز تلون البشرة بأقل عدد درجات؟ أول حاجة هتجيب درجة اللون البرتقالي وهتبتدي تلون بيها البشرة، بعد كده هتجيب لون وردي وهتبتدي تعمل طبقة تانية فوقيها من غير دمج، بعد كده هتدمجها بالقطن الاتنين في بعض، وممكن تغمق بالبني المحمر أو البني الغامق. واستنوا مني أقوى سلسلة فيديوهات تعليمية.